شكرا السيد النائب. بغيت نقول ان موضوع النقل بالعالم القروي تيشكل جزء هام من السياسه الحكوميه لتطوير النقل العمومي للاشخاص ببلادنا، وفي هذا الاطار تتعتزم الوزاره اعداد ميثاق وطني لتنميه حركيه تكون مستدامه وشموليه. وهذا الميثاق تهدف الى وضع المبادئ والاهداف الاساسيه التي يجب ان تنبني عليها المنظومه المستقبليه للحركيه والنقل ببلادنا، وهي التخطيط طويل المدى لتوجيه اولويات تطوير البنيه التحتيه للنقل، تنسيق والتقائيه سياسه النقل على مستوى وطني وجهوي ومحلي، تحسين ظروف ولوج المواطنين الى وسائل النقل العمومي عبر توفير خدمات ذات جوده مناسبه ووثيره كافيه مع تطوير وسائل النقل المتكامله ومتعدده الوسائط، وايضا تعزيز وسائل النقل المستدام، وهذا يخص ايضا النقل بالعالم القروي. في هذا الاطار الوزاره بصدد اطلاق دراسه لهذه الغايه.